سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية. قصة سيدنا آدم عليه السلام. الجزء الأول. كيف حالك يا حسن؟ الحمد لله بخير، كيف حالك أنت؟ الحمد لله بخير. شوف يا مصطفى، بعد ما نحن ربنا الحمد لله وفقنا وقومنا رابطة التراث والقصص الدينية، تبقى الخطوة الجاية إنه لازم نجتمع كلنا ونمشي مع بعض لخالة صفية عشان تحكي لنا قصص الأنبياء، لأنها متمكنة وملمة بتفاصيل القصص دي كويس جدا. بالمناسبة أنا كلمتها بموضوع الرابطة وشجعتها جدا، وافقت إنها في كل مرة تحكي لنا قصة من قصص الأنبياء. يا سلام، كتر خيرها والله خالتي صفية، ربنا يديها العافية يا أخي والله. وبالمناسبة أول اتفاق معاها إننا حنمشي ليها بعد بكرة عشان تبدأ لنا بقصة سيدنا آدم عليه السلام، وزي ما اتفقنا طبعا إنه خالد وسكينة حيكونوا مسؤولين من التسجيل، ونحن كلنا طبعا حنتابع ونشارك بالأسئلة. أنا بلغت كل الجماعة بالمواعيد وهم متحمسين جدا، بس أنت ما كنا قادرين نلم فيك، لكن الحمد لله أخيرا. شكرا لك يا حسن. مرحب 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 بكم، ازيكم يا شباب؟ الحمد لله. ازيك يا خالتي صفية، كيف حالك؟ اهلا اهلا بك يا حسن، اهلا بكم كلكم. ديل هم يا خالتي صفية اعضاء الرابطة، ده اخونا عماد، ودي اختنا سكينة، وده مصطفى، وده اخونا خالد. ما شاء الله ما شاء الله، نعم الشباب، اهلا بكم، شرفتوا الدار. شرف الله قدرك. ايه تفضلوا يا اولادي. شكرا شكرا. دقيقه خدت لكم شاي في النار. في الحقيقه يا خالتي صفيه نحن متشوقين جدا ان نسمع قصه سيدنا ادم عليه السلام. هيا يا اولادي. لو سمحت لنا خالتي صفيه، نحن عايزين لنا دقيقتين كده نجهز فيها الشريط بتاع التسجيل ونختبره. حاضر يا بنتي، انا منتظراكم. خطيتي الشريط؟ خطيته جاهز. هاي نحن جاهزين. طيب يا أولادي، في بداية خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض كانت الأرض غير منظمة وفاضية وما فيها أي شيء، والظلام كان بغطي كل الموية اللي كانت الأرض مطمورة تحتها، وذات الله كانت سابحة فوقها بقدرة عظيمة. يا جماعة، الله سبحانه وتعالى بقدرته لما سوى النور بس قال ليه كون وكان النور، والله رضى عن عمله اللي بيه ميز بين النور والظلام، وسمى النور النهار وسمى الظلام ليل، ولما الليل انتهى وأصبح الصباح دي كانت نهاية اليوم الأول. بعد كده الله قال لابد من وجود مجال فاصل بين الموية، وفصل الموية التحت من الموية الفوق في السحاب، وسمى الفاصل ده الجو، ولما الليل انتهى وأصبح الصباح دي كانت نهاية اليوم الثاني. وبعد كده الله قال لابد أن أجمع الموية التحت كلها في مكان واحد عشان يصهر المكان المطمور تحتها، وده تم برضه. والله سمى المكان اللي كان تحت المويه وظهر الارض، وسمى المويه المتجمعه بحار، ورضى عن عمله. وبعد كده سبحانه وتعالى قال لازم اجعل الارض تنبت نبات ببذور، وشجر بثمار، وبذور برضه عشان احفظ انواع النباتات والاشجار المختلفه. ولما ده كمان يتحقق حسب مشيئته الله رضى عن عمله. ولما الليل انتهى وأصبح الصباح دي كانت نهاية اليوم الثالث. بعد كده الله قال لابد أن أسوي أنوار في السماء عشان تفصل الليل من النهار بشكل واضح، وتكون علامة تتحدد بها الأيام والشهور والسنين، وعشان تضوي الأرض كمان، وده تم برضه حسب مشيئته. والله سبحانه وتعالى خصص نورين عظيمين هما الشمس والقمر
لتمييز الليل من النهار، وخلق النجوم كمان ورضى عن عمله ده. ولما الليل انتهى وأصبح الصباح، دي كانت نهاية اليوم الرابع. بعد كده الله قال لازم أخلق كائنات مائية تملى البحار، ولازم أخلق طيور تنتشر في الجو كمان. وخلق الله الكائنات البحرية، منها الكبير جدا والصغير جدا، وباقي الكائنات بأنواع المختلفة اللي تملت بيها الموية. وكمان خلق الطيور بكل أنواعها. وبعد عملية الخلق دي رضى عن عمله، وبارك في كل الكائنات الخلقها بأنه قال ليها اتولدي وزيدي وأملي البحار والجو. ولما الليل انتهى وأصبح الصباح، دي كانت نهاية اليوم الخامس. وبعد ذاك الله قال لابد أن أخلق على الأرض الحشرات والزواحف والحيوانات بأنواع مختلفة. ولما ده تم برضه الله رضى عن عمله. وبعد كده قال لازم أخلق الإنسان عشان يكون تعبير عني، ويسيطر على سمك البحر والطيور وعلى كل كائنات الحية المتحركة على الأرض. والله خلق الإنسان وكرمه وسماه الإنسان، خلقوا ذكر وأنثى، وبارك فيهم بأنه قال ليهم اتوالدوا وزيدوا وعمروا الأرض وسيطروا على سمك البحر وعلى الطيور وعلى كل كائن حي يتحرك على الأرض. وبعد كده الله قال للناس أنا أديتكم كل ثمار الأشجار والنباتات عشان تكون طعام لكم، أما الطيور وكائنات الأرض أنا أديت الحشائش والنبات الأخضر عشان يكون كمان طعام ليها. ولما ده تم كمان الله رضي جدا عن عمله كله. ولما الليل انتهى وأصبح الصباح، دي كانت نهاية اليوم السادس. وبكده طبعا تم خلق السماوات والأرض. وفي اليوم السابع الله ما خلق أي شيء، لأنه كان تم عمله في اليوم السادس. وعشان كده عظم اليوم السابع وخصص عطلة لراحة عباده. في بداية خلق الكون الله سبحانه وتعالى خلق الأرض في الأول بدون نبات أو شجر، وكمان ما كان خلق الإنسان عشان يزرعه، وما كان نزل المطر عشان يحييها، وكانت الأرض بتشرب بالنز بس. لكن لضرورة الحياة الله حسب مشيئته أنبت النبات وخلق الإنسان اللي هو مين؟ سيدنا آدم عليه السلام، من أديم الأرض ومعناه التراب، ونفخ فيه نسمة الحياة وبقى الإنسان كائن حي. وبعد كده الله سبحانه وتعالى أوجد جنة في مكان خصيب، هي جنة عدن المشهورة، وكانت موجودة في مكان في الشرق من فلسطين حاليا. ودخل الإنسان فيها وأنبت فيها كل أنواع الشجر الطيب للأكل، والمنظر جميل. وفي وسط الجنة كان في شجرتين مهمات جدا. الشجرة الأولى هي شجرة معرفة الخير والشر، والشجرة الثانية هي شجرة الحياة. وكان في نهر بيجري في منطقة عدن عشان يسقي الجنة، والنهر ده كان بيتفرع لأربع أنهار. الأول اسمه فيشون، وكان بيحيط بأرض الحويلة المشهورة بالذهب الجيد، وكان فيها كمان أجود أنواع العطور ومستلزمات الزينة القيمة. والنهر الثاني كان اسمه جيحون، وكان بيحيط بأرض كوش. والنهر الثالث كان اسمه دجلة، وكان بيجري في شرق أشور. والنهر الرابع كان هو الفرات. الله سبحانه وتعالى
دخل الإنسان في جنة عدن عشان يواصل زراعتها ويعتني بيها، وأمره وقال له: يا آدم، أنت ممكن تأكل من أي شجرة في الجنة دي إلا شجرة واحدة بس، هي شجرة معرفة الخير والشر. الشجرة دي أعمل حسابك وما تأكل منها خالص، لأنك إذا أكلت منها أنا هحكم عليك بالموت. والله بعد ما شكل الكون من كل الوحوش والطيور قدمهم بعد ذاك لسيدنا آدم عليه السلام عشان يسميهم، والأسماء اللي اختار سيدنا آدم لكل الكائنات الحية بقت هي الأسماء السائر عليها. والله قال: ما من الحكمة إنه الرجل ده يكون وحيد، لابد من أن أخلق له شريكة زيه. ولما الله أراد أن يخلق له شريكة جعله ينوم نومة عميقة، وفي أثناء النومة دي الله أخذ ضلعة من أضلع سيدنا آدم، سد مكانه بلحم، ومن الضلعة دي صنع لسيدنا آدم مرة عشان تكون زوجة له. وسيدنا آدم عليه السلام فرح جدا بكده وقال: يا سلام، عظيم عظيم، دلوقتي الله بكرمه اداني المرأة دي، هي عظم من عظامي ولحم من لحمي، وأنا سميتها إنسانة لأنها اتخذت من إنسان. ونسبة لقول الله عز وجل: ما من الحكمة إنه الرجل يكون وحيد، لابد من أن أخلق له شريك زيه، أصبح الرجل يخلي أمه وأبوه ويرتبط بمرته ارتباط عاطفي أكتر، وبكده يتحدوا الاثنين ويكملوا بعض. طيب يا أولادي، الليلة أنا حقيف هنا يعني تعبت شوية، وفي المرة الجاية بإذن الله حكمل لكم باقي القصة، لأنه أفضل أحكي لكم على جزئين عشان المعلومات ما تتضارب في رسائلكم. يلا كملوا شايكم ونتلاقى مرة تانية. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.